طب وبعدين هنفضل نقول في قصص وحكايات كده على طول؟ طب أصحاب القصص دول هيستفادوا إيه؟ ده السؤال اللي دايماً شاغلنا في قصة حقيقية، واللي بيخلينا دايماً نتابع مع أبطال القصص دي عشان نشوف هما وصلوا لفين. ومن ضمن القصص اللي عرضناها في البرنامج قصة ريم، البنت السورية اللي اتطلقت بعد شهرين. فاكرينها؟ ولا أقول لكم تعالوا نسمع جزء من حكايتها. حكايتي بدأت من عندي 17 سنة. اتجوزت سوري برضو مثلي. استمر الجواز 2.5 شهر. اتطلقت ليه مش عارفة ليه. بيقول لي اني شال مسؤولية بدري، مش عارف هو عمل في نفسه كده ازاي. كنت بحبه جدا 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 جدا. طلقني ومعرفتش ليه، يعني بس عشان ما يحملش المسؤولية. مامته ما كانتش عايزاني، ومعرفش بقى هي اللي خلته يطلقني مين، مش عارفة. اتطلقت من غير اي اسباب. اتطلقت واترميت عند اهلي. اتعذبت جدا، مش من اهلي طبعا، اهلي كويسين جدا معايا. حياتي اتدمرت من ساعتها. بطلت أعرف أعمل إيه، بطلت أعرف مين أنا، بطلت أعرف. فقدت الأمل في كل حاجة. ريم، انتي قلتي على مشكلتين في رسالتك، قلتي انك محتاجه حل ليهم في الظروف الماديه اللي هي واقفه ومنعاكي من انك تعملي الحاجات اللي بتحبيها. انتي عايزه تتعلمي الكتابه، عايزه تتعلمي كتابه الروايه والسيناريو في ورشه كتابه، بس مش عارفه تنضمي لورشه كتابه ومعكيش سعر الاشتراك. انا عارفه وانتي قلتي، وانك ساكنه في العجمي كمان، ومعظم الورش دي بتكون في القاهره. احنا قررنا ان احنا هنوفر لك الاشتراك ده مجانا في ورشه كتابه، وكلمناهم واتفقنا معاهم ورشة كتابة للرواية والسيناريو. تواصلنا مع كاتب مصري وكذا حد كمان، عايز أقولك مش واحد بس، وافقوا إنهم يساعدوكي ضمن الورش اللي بيدوها حاليا أونلاين. يعني كمان مش هتحتاجي تسافري ولا تركبي مواصلات ولا تنزلي يا ريم. الحاجة التانية اللي كنت محتاجاها إنك تروحي لمعالج نفسي، بس قلتي برضو إن الظروف المادية ما تسمحش. إحنا اتفقنا مع الأخصائية رانيا شكري إنها هتتواصل معاكي وهتتكلم معاكي وهنبلغك بالتفاصيل لانضمامك للورشة، وكمان تروحي للمعالج. كل ده سهل. حلقة ريم ما عداش عليها وقت كبير يغير حياتها تغيير جذري، بس على الأقل في حاجة جواها بدأت تتغير. تعالوا نشوف هي إيه. يا ريم، ألو. ألو، إزيك يا ريم؟ تمام الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنا احكيلي. مبسوطة كتير كتير إني بكلمك. انا كمان مبسوطه كتير كتير كتير. عايزه اقول لك حكايتك اثرت فيا قوي يا ريم والله العظيم. واول سؤال هساله قبل ما اقول لك، عملتي ايه في حياتك؟ نسيتي اللي فات ودفناه ولا لا؟ ان شاء الله الدفن نعم الدفن وهناخد فيه العزا. اكيد اللي بعنا خسر دلعنا. بالظبط. برافو يا ريم. احكي لي بقى عملتي ايه في حياتك من ساعه ما بعت لنا مشكلتك. حلقتي كانت معروضة بتاريخ 31/1. أنا من هذا اليوم حياتي تقريبا تغيرت ولي 180 درجة. أنا مبسوطة وبسبب هذا البرنامج، يعني ما بتتخيلي فعلا. على طول بقول لأهلي، دايما بقول لأهلي، لأ البرنامج ده هيفضل طول حياتي. لو فعلا دلوقتي بنجح وبنجح هفضل فاكراه. البرنامج ده هو اللي غير حياتي. انت صوتك لوحده والله العظيم خلى جسمي كله اشعر، يعني صوتك لوحده عارفه ما حد يقولك يشرح القلب. انا فرحانه. ربي يسعدك يا شيخه. صوتك لوحده، شايفه الفرق بين صوت الرساله وبين صوت ريم دلوقتي؟ فعلا حقيقه. الله اكبر. اللهم بارك. حلاوه دي. والله شاطره. طب ايه اللي اتغير عندك بقى بعد الحلقه؟ قولي انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. يوم الحلقه خلاص انا عدت. وطبعا لما سمعت الحلقه وبعدها فعلا عيطت بشكل هستيري بعد ما سمعت المفاجاه الحلوه دي وكده. فرحت كتير كتير. وبعتوا لي رقم الدكتوره. ما شاء الله. ايوه. دكتوره رانيا شكري، استشاريه أيوة الصحه النفسيه. كلمتها بعدين دلوقتي انا بتابع مع الاستاذ شريف عبد الهادي، بيعلمني دلوقتي. طب وارتحتي معاها في الكلام دلوقتي؟ بتفضفضي وتعبري عن نفسك اكتر؟ لا ما سمعت لسه شويه. ها نعم.
لسه شويه يعني، مع رانيا شكري مع الاستشاريه الصحه النفسيه رانيا لا شكري اللي دلوقتي بتكلميها. فعلا يعني اتكلمنا دلوقتي قولي مرتين ثلاثه انا والدكتوره، اللهم بارك ما شاء الله. بس فعلا طبعا الدكتوره يعني انا مرتاحه معاها جدا 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 الحمد لله. وطبعا يعني مع الدكتوره اكيد مش بيوم وليله، هيدور حاجات كتير عشان. طب بقول لك ايه بقى، وكتبت السيناريو اللي كان نفسك بقى في ورشه الكتابه، عملتي ايه؟ مبسوطه كتير دلوقتي فعلا، بدات ادرس وبعدي معلومات كتير قوي دلوقتي جدع في حاجات كتير ومبسوطه فيها جدا جدا جدا. شطوره. طب قولي لي بقى بتعملي ايه في حياتك دلوقتي وعملتي ايه في الشغل؟ اشتغلتي ولا لا؟ لا شوفي انا نزلت اشتغلت تاني يوم الحلقه بالظبط يعني واحد الشهر نزلت اشتغلت، بس ما حصلش نصيبي يعني، انا حصل شويه مشكله كده بيني وبين صاحب الشغل. فبعدين بعد موضوع الحلقه دي وكده فقلت لا انا هاخد بالي من الدراسه بتاعتي جدع وخلاص يعني هركز دلوقتي بورشه السيناريو مع الدكتوره. ريم سامعه صوتك فرحانه بنفسك صح؟ اكيد. أنا لو رجع لك يعني تاني يا ريم هتوافقي ترجعي؟ نعم. لو رجع لك تاني هتوافقي ترجعي؟ لا يعني انا من زمان قلت انا لا او عن قناعه بس ايه، لا او عن قناعه من جواكي، اللي يبيع مره يبيع ألف، اللي يبيعني ما يستاهلنيش، اللي يحاول يدمرني ما يستاهلنيش. جلسه مع الدكتوره حكت لي حاجه قالت لي انت ما بتحبهوش جدع، ماضي وراح يعني لحاله. هي خدت بالها ان انا من اللي انا شرحت لها جدع انا مش بحبه جدع، وهتدي فرصة للي جاي لو انت مستعدة وعايزة تغيري حياتك، لانه من حقك انك تحبي وتتحبي لان انت جميلة جدا جدا ومن جوه قبل بره. جميل يا رب، هو حقيقي فعلا الحاجة دي ان انا اللهم بارك ان شاء الله. شوف ثقتها بنفسها دلوقتي البنت. ايه؟ شوف ثقتك بنفسك دلوقتي يا بنت جدع. يا رب والله يس كده فعلا. انا اتبسطت جدا جدا في موضوع البرنامج ده وما توقعتش والله العظيم يعني، ممكن سمعت كتير برامج حتى ماما يعني انا قلت لك ان انا حضرت الحلقه بتاعت الشهد قصه شهد فهو بسرعه قالت لي ابعتي قصتك يا روحي. قلت لها يا ماما معقول وممكن ما اشوفهاش. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا ريم، يا رب دايما نفضل كده وبنساعدكم ونحاول على قد ما نقدر، ويستخدمنا ولا يستبدلنا، ونبقى قد كلامنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. انا فخوره بيكي وفرحانه بيكي ونورتيني وعلى راسي. ميرسي يا ريم.